بس استاذ جمال كمان عنده بعض الاحصائيات والارقام ليها مدلولها يعني. طبعا بص، في اخر 8 مباريات او في 8 مباريات تحت قياده جاموندي الوداد سجل 15 هدف، نقول منهم 6 اهداف من ضربات جزاء. 6 يعني 40% من الماتش الاهداف اللي احرزوها من ضربات جزاء. اعتقد يعني دي رساله واضحه جدا لينا انه المدافعين بتوعنا ياخدوا بالهم قوي، لانه ممكن الحكم لو عاوز يجاملك هيجاملك في منطقه جزاء المنافس. فبالتالي لان هي المنطقه الاكثر ازدحاما واللي هي كمان بتدي له فرصه لو هو عاوز يجامل انه يحتسب ضدك ضربات جزاء. ف6 اهداف من 15 يعني بنسبه 40%. في عرضيات بقى من الجهه اليمنى داخل منطقه الجزاء، يعني من المنطقه اليوم ناحيه شمال النادي الاهلي علي معلول، هو لا اللي هو بديع اوك اللي هو هيبقى على مين؟ علي معلول، على علي معلول. وده برضو ده حوالي 3 اهداف بالظبط، حوالي 20% من اهدافهم. ده يدي برضو يلفت نظر علي معلول او ينبه علي معلول اللي هو بيحب كمان يتقدم، يعني بيحب يشارك. ما انت عندك حلين، يا اما هتقول علي معلول في وقت من الاوقات يبقى نسبه، احنا عارفين علي عنده انطلاقات هجوميه بشكل كبير جدا يبقى وكويسه كمان، يا اما يكون في شويه ثبات لعلي معلول في بعض اجزاء من المباراه انه يثبت شويه، يا اما يكون في تغطيه. لا انا بعتقد من كمان من وسط الملعب يعني. بعتقد ان علي معلول عنده من الخبره انه اللي هو يعرف امتى يتقدم، امتى يتقدم لقدام، وامتى يحتفظ بالدور الدفاعي بتاعه. اعتقد ده هيبان من مجريات اللعب. صحيح. ومن الضغط اللي جاي من الوداد. في تسديدات بقى من خارج منطقه الجزاء هدفين، ويعني حوالي 13% اختراق من العمق، يعني هجمه مرتده. يعني الكرات كمان البينيه اللي هو خلف الخط الدفاعي. هدفين، ضربه ركنيه هدف يعني عن طريق ضربه ركنيه واحد، عرضيات من الجبهه اليسرى داخل منطقه الجزاء هدف واحد. واضح من التوقيت بقى كمان. التوقيت التوقيت مهم كمان. التوقيتات بقى مهمه قوي، انه يعني الفتره اللي بينشط فيها جدا فريق الوداد وبيستطيع ان هو يسجل، ودي على فكره منطقيا طبيعيه لانه الفريق المنافس وهو في هذه الحاله فريق النادي الاهلي بيبقى واخد كل احتياطاته ومأمن دفاعاته في فترة طويلة من المباراة لغاية آخر ربع ساعة. يعني هي من الدقيقة 75 من الدقيقة 75 للدقيقة 90. 7 مباريات، 7 أهداف. تمام؟ ده بيدل على إن هو بيضغط قوة في الربع الأخير من المباراة. 46%، وده على فكرة متوقع. ليه؟ أنت مهما كنت بتقاتل دفاعيا ممكن في مع نهاية المباراة الأداء بيقل شوية أو ميبقاش فيه تركيز بنفس تركيز البداية. فاللي هي الربع ساعة الأخير ده مهم جداً. طبعا إن التركيز ما يقلش في اللحظات طبعًا الأخيرة، وخاصة لو عندك فرقة بتسجل أهداف يعني معظم أو 40% من أهدافها في الجزء الأخير. نقول بقى إنه إزاي استقبلوا دخل مرماهم 7 أهداف في 8 مباريات. يعني برضو طبعا نشوف السلبيات اللي عندهم بالظبط بما يقرب من هدف في كل مباراه. لا اللي هو لينا احنا بقى ازاي نشتغل عليهم بقى احنا بالزبط. يعني بالظبط. فجاي 3 اهداف، ده بنسبه 50% من ضربات ركنيه، يعني كرات عرضيه او كرات ثابته بشكل عام.